حان الخالق الحكيم، البارئ المصور، البديع الرشيد. فما أنت أيها الإنسان إلا أثر لهذه الأسماء والصفات، فاحمد خالقك وباريك الذي سخر لك كل شيء حولك واستخلفك في الأرض وزينك بالعقل ليتم عليك نعمته. أوجدك من غير مثال سابق، فأنت إبداع المبدع العظيم، وهو بديع السماوات والأرض. وإنك لو نظرت في الكون لعرفت معنى الإبداع، وعرفت معنى المصور الذي زين هذا العالم بصور لا تعد ولا تحصى، تسلب العقول بجمالها وتأسر القلوب بعظمتها. تأمل صورة الشلال الذي ينساب بين الأشجار الباسقة الخضراء، قف أمام إبداعه وقل له: ما أجملك وأنت ترسم لوحة الباري وتزينها بقوس رائع من أجمل الألوان، وما أحلاك وأنت تغني تراتيل حمده بخرير مائك العذب. فإذا أردت أن تعرف الله فتأمل في خلقه، انظر إلى عالم الحيوان، انظر كيف تقضي الحيوانات أيامها ولياليها، انظر كيف تبني مساكنها ومبانيها، انظر كيف ترعى أطفالها، وكيف تحصل رزقها، وكيف تتقي أعداءها. تأمل أشكالها وأنواعها، وتفكر في طبائعها وعاداتها، قف أمامها والهج بتسبيح خالقها. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه، يا فعال لما يريد، يا مدبر الأمور،
ويا كاشف الستور. أغنني يا رب بتدبيرك عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري. اللهم أخرجني من ذل نفسي، وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي. بك يا رب أستنصر فانصرني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، ولجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني، وبك يا إلهي أستدل عليك فاهدني. اهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك يا رب العالمين. Oh.